من ماضي كيثال الأربعاء مع ريم لانجليز والكوتش ألفة هميمي على إكسبرس أف أم. راحة البال زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس, متواصلين مع لاعب النادي الافريقي بلال عيف. اهلا بك من جديد بلال. اهلا خويا سلام. باهي نحكيو شويه كيف نحب نركز على البدايه نتاع مسيرتك قبل ما نحكيو على توا تغيير المركز نتاعك من رياضي المدافع قلقك شويه بلال؟ لا ما قلقنيش, خاطر وانا صغير لعبت زاد في اللاكس, نعرف نلعب في اللاكس. أما لعبت على فتك كما كنا نحكي قبل في المونديال كظهير أيمن وتألقت ما شاء الله في البوست هذيك وقتها. أي ومن بعد أول ما لعبت في النادي الإفريقي لعبت ظهير أيسر. أي تلعب باليسار رغم أنك ما تلعبش باليسار. أي لعبت أنا نلعب أريير دروا, من بعد فما ماتشات لعبت أريير غوش, من بعد لعبت أريير دروا, من بعد رجعت في اللاكس. كما كنت نحكي بلال قبيليكا لحمتك حلوه كما قلت لك, يخرجوا بعديك برشا كلمات يقولوا بلال حتى يتحكم في الفيستير, رغم اني نعرف ان اصحابك يحبوك وانت فدلك في الفيستير وبرشا جو تعملوا. حتى انا قلت لك ماني قلت لك برشا عباد معناها قاصدتني انا ابريتو. انا قلت لك في جمعيتي نحب الناس الكل, الاولاد الكل يحبوني, ما عنديش مشكله مع حتى واحد. كيفاش انا باش نتحكم في جوريت هذاك مخواتي وصحابي, كيفاش انا باش نتحكم فيهم معناتها؟ اوكي فما معناتها حاجه معينه ما بيناتنا هي التيران, ساعات كي نتغشش نبدا نعيط ونبدا معناتها باش نحسس برشا جوريت, مي ابريتو كلهم صحابي وكلهم مخواتي معناها وكلهم يحبوني, سواء اللي يجي في اللي من برا اللي من تونس كلهم يحبوني معناتها. شكون تعتبره بلال اليوم مسؤول على المشاكل اللي قاعد يعيش فيهم الكلوب اليوم؟ والله شو نقول لك, برشا حمل المسؤولية مثلا سليم الريحي, تعتبره هو السبب الرئيسي؟ انا سليم الريحي خدمت معاه صحيح, صحيح دفع برشا فلوس للنادي الافريقي ما ما معناها ما يشك حتى واحد, مي ناقص برشا اكسبيريونس معناها في التعامل مع برشا جوارات معناتها. بار اكزومبل كان ينجم برشا الدوسيات اللي محلولين توا كان قبل يسكرهم بشويه فلوس, مش برشا فلوس. نجم اوكي معناتها مثلا اي جوار, بار اكزومبل نعطيك جوار اوكي ما تفهمتش معاه, انت مصحح له برشا كونترا, نجم تفهم معاه تعطيه شهر شهرين ثلاثه اربعه كذا ويمشي على روحه, مش يشكي يربع الكونترات. هو تحس يتعامل بتاع عالي برا اشكي هكا, هذه كمان مشكله كبيره. مشكله كبيره اللي معناتها خليت برشا فلوس توا معناتها اللي قاعدين يخلصوا فيها معناتها, سوى المسؤولين هذا سوى العباد مساكن هكا تشوف اللي خلصين 5 مليارات توا وصلوا. كنت تحكي لي قبلك على واحد اثر فيك برشا, هاي هذاك اللي ما يراش الدواء نتاع عينيه ولا جيكم ظهر لي لونترينمون, جينا لونترينمون هذاك ما ننساهاش حياتي كامله يعني, ما نندمش على صحيح تو ماشي في بالهم برشا عباد في تونس اللي بلال عيفة لاباس عليه وعنده ما عندي شيء, انا بخلاف دارنا اللي نسكن فيها ما عندي شيء الحمد لله يا ربي معناتها. 12 عام في الكل يوم ما صورت شيء, ما يصدقوش العباد باش يقول لك صورت, كل عام نسامح انا في الفلوس. كل عام نسامح الله غالب, هذيك هي معناها قلت لك واحد الله غالب. نحس فما غصة بلال تحكي بتأثر كبير بيان سير معناتها, انا قلت لك واحد ضحى برشا مع جمعيته وسامح برشا, اما حاجة تغيظ معناها كيما قلت لك يجي واحد براني ولا وهو ياخذ فلوس والناس تبدا فلان وفلان وملا معلم وشكون يهز القضية ولا سبينها وبلال عيفة ديما معناتها, فهمت؟ بلال رغم المشاكل هذوما كل الكلوب تاعو قاعد تحقق نتائج تبارك الله معناها, نتائج ممتازة برشا الحمد لله معناتها, مع ستاف سي لسعد وسي سعيد وسي زياد وسقراطي ومعناتها واحمد, معناتها ستاف متكامل, ستاف قريب لبعضه, لم الجوارات لمهم ديما يحكي مع الجوارات, سبتو سي لسعد وسي سعيد معناتها قربهم لبعضهم اكثر, هذيك هي اللي كانت معناتها لسعد عمل ديفيرينسا بيان سور عمل ديفيرينس. فما متنجمش معناها تجيب واحد يترونجي حتى ما يفهمناش احنا بريتو عرب, فهمت؟
ما يفهمش مثلا هذاك شي يحب وذاك شي يحب وجوار فلان كيفاش يلزم تتعامل معاه والجوار الاخر يلزم كيفاش تتعامل معاه. سي لازم معناتها قريب برشا الجوارات وكان جوار يعرف حكي مع برشا جوارات لما جوارات معناها خليهم معنا سوليداريتي كبيره ياسر توا الحمد لله معناتها ربي بقي علينا حسب ما شفنا بلال اللي كاد رجعهم كيما زهير وسام ما كانوش يفهموا الحقيقه عامنا والولد عامنا والسنه شفنا مردود كبير برشا. انت مثلا حكي معك يا سعد احكي معايا برشا اي شنو حكيتوا بلال احكي معناتها يشوف فيا النجم نعاون يشوف فيا معناتها النجم نقدم مع الاولاد وكيف حكي مع يحيى كيف حكي مع زهير معناها عطيهم الحجم نتاعهم اللي ابريتو معناتها زوج وريت كبار كيما هذا وشوف لازم العباد ما تنساش فيسع اللي اش قدموا عطاو برشا وسامحوا برشا حتى زهير ويحيى سامحوا برشا فلوس راه انا نعرف يحيى ما نعرفش قداش سامح اما سامح في برشا فلوس ما نعرفش بالضبط قداش اما زهير زاد مسامح في 500 مليون معناها العباد اللي ما تعرفش معناتها يلزم تحط تحطهم في فالور باهي في حاجه باهي تشوف الحمد لله السنه كيفاش بريسك زوج من احسن جوارات اللي في الميدان باهي خويا وقتاش تبدا وقتاش تشوفوك سوتينا على قريب ان شاء الله باهي العباد من اللي حاجات اللي مولهم عليك حكايه السمنه شنو حكايتها بلال مخماخ لحم تجريه صحيح لحم تجريه صحيح خاص نتفكر قبل كنت صغير ما كانش بدنك هكا معناك ما كانش كنت ضعيف ما شاء الله معناك صحيح ولا باش نقول لك انا عندي طبيعه خايبه في كي نبدا ستريسي ولا كيما حكيت لك معناتها نشوف عباد تخلص وانا نسامح ومش عاطيني القيمه نتاعي ونهار كامل بلال يضيع فلان يدور البلال لاخر فهمت نولي مع نولي مانيش منظم في ماكلتي نولي ناكل اللي يجينا انا في الاوقات الكل فهمت وانا لحم تجاري اي تلوم روحك هنا تلوم روحي معناتها ريت الغش نتاع العباد اللي تولي ما على بالكش يولي ما على باليش نولي نرجع على روحي وابريتو انا خاسر نعرف ان اللي انا خاسر اما نقول شي يهمني معناها شي مني فاهم فهمت حاجه من الحاجات الخايبه فيا معناتها فهمت اي وقتاش تنحر حاجه هذه هاي تنحات هاي بدات تنحم سنه عملت ريجيم وقعد نقص بالكدا والحمد لله قعدنا ترينا معناتها مع الولاد ومع البريباراتور نتاعي لبرا والحمد لله معناتها توا صافا فيزيكمون بالكدا ونقصت بالكدا وان شاء الله على قريب نرجع ان شاء الله. شنو رايك في الملاعبين في المحور توا فخر الدين الجزيري واسكندر العبيد اللي قاعدين يقدموا في الكلوب قبل بونتو برك السيزون كامل لحد الان؟ الحمد لله معناتها زوج جوارات قاعدين من كل ماتش الماتش كونفيرميو معناتها اسكندر طفل صغير وباهي وجزيري معناتها عنده اكسبيريونس كبيره تبارك الله معناها ثالث عام تو في النادي الافريقي انا زوز قاعدين يقدموا في موسم به ان شاء الله ربي يبقي عليهم ستر ان شاء الله يكملوا كيكا ومش كان جزيري واسكندر معناتها ايكيب كامله نشوفوا عاطف تبارك الله متالق نشوفوا احمد الطفل الصغير نشوفوا كما قلت يحيى وزهير برشا جوارات المنوبي الكل الحمد لله معناها سنه الكل منفورمين العقربي معناها كيب كاملة مش كان الزوز هذاكم ولا عاطف كيب كاملة هي اللي قاعدة تدافع بالكدا ويهاجموا بالكدا ان شاء الله يكملوا كيكا وان شاء الله ربي معنا سنين ان شاء الله بمسيرش نقرأ شوية تفاعلات بالجمهور فمش كون يسأل قداش كنت توزن وقداش وليت لين نقول له قداش نقصت قداش نقصت مسيرش بيه نقصت 10 كيلو مازلت تحب مازلت نجم تزيد تنقص مازلت النجم نجم نورمالمون قداش تنقص يا اخي انا نحب نقص 4 كيلو اخرين واضح باهي نكمل نحكيو على ليكيب وين تشوف النقائص اليوم في المجموعه داخلين ميركادو وين تشوف لازم تعزيزات في الكلوب اليوم ولكن ما يعرفوا الناس الكل معناتها نتصور الظهير ايسر معناها ادم قاعد يقدم في مردود باهي اما مش بوست نتاعو انا هو سيلاس عاد راه ينجم يلعب غاديكا الحمد لله معناتها نجحت وقاعد يقدم الاضافه نصور البوست هذاك صور معناتها قد ما تجيب هو لما مو غازي عبد الرزاق باش يكون موجود ما نعرفش اما ريت قد ما تجيب في جمعيه كبيره قد ما تجيب جوارات قد ما
قد البلايص يغلي وقد ما العباد تزيد تخدم وقد ما يوليو يعملوا ديزيفور باش كل واحد يفك بلاصتو حاجه باهي معناتها. باهي بلاي شنو الفرق بين الكلوب والاسبيرونس؟ شوفوا في الاسبيرونس فان استمراريه في النتائج في التتويجات في الالقاب ما تسمعش مشاكل على عكس الافريقي كل شيء البرا. والله شو نقول لك هما نصور عندهم مشاكل زاده اما ما يخرجوش صار معناتها قاعدين عندهم مشاكل توين نعرف برشا جوارات يحكيوا لي على مشاكل متاع التراجي معناتها مشكل النادي الافريقي عنده مشاكل عندهم ما يخرج شيء احنا كل شيء تحكيه على خاطر فلان يهز تليفون يكلم فلان وفلان يخرجها هذيك حاجه لازم تتنحى في النادي الافريقي معناتها. باهي شنو مشكلتك مع خالد تويتي؟ ما عندي حتى مشكل. ديما ينتقدك قبل عمناول في نسمة قال بلال ما عندوش بلاصه في الفريق يا عمناول السنه كيف قال في يافام ظهر لازم طبيب نفسي فما حاجه بيناتكم بلال؟ والله لا عندي حتى سمعت وانت اكيد قالوا لي والله العظيم قالوا لي طبيب نفساني علاش مريض انا باش معناتها ربي يهديه بالرغم خو ناس مليح ويخدم معانا ما عندي حتى مشكله معاه ما نهار كامل يجبد كان فيه انا ما عندي حتى مشكله معاه معناتها تو هذا كلام على يقول طبيب نفساني وكل مره يجبد ما عنده ما عندي حتى بلاصه 12 سنه نلعب في النادي الافريقي باش نقول له عيب معناتها اكبر مني ما نجم نقول له شيء معناتها غير يقول له سيبني وكاو معناتها ما بيناتنا حتى شيء حكيت مع سامي تويتي ولا باش نقول له سي سامي نحترمه ونحشم منه ويحبني ابريتو ما نجمش نقول له كلم خوك ولا ما ابريتو ما عملت له شيء انا ولا فهمت ما عندي حتى مشكله معاه ونحترمه يا ما يسيبني شوي وكهو باهي لطفي بندقه تتقلد تتقلق كي يقلدك ولا بالعكس؟ هو اللي نضحك بالعكس معناته يجيب الصوت ولا بالضبط باهي نحكي شوية على منتخب بلال عليك مش قوية برشا في المنتخب ممكن كنت موجود ديما في المنتخب لكن بعد ديو ديباء هي صحيح ما أنا قلت لك وقتها كي مشيت مع سينابيل وقت ماشيين للكونغو اللي ترشحنا بيه كوب دي موند هذيك تضربت ماتش استاد مازال بدقيقتين دخل فيا عاطف في فخذي عمل لي ماتوم كبيرة معناتها سبيته ولا لا دي خويا عاطف هذاك ملي احنا صغار مع بعضنا اما هذاك ظهر سبحان الله معناها ماشي في معناها من اليوم غدوه داخلين ستاج عملت ضربه معناها مازالوا دقيقتين في ماتش دخل فيا عاطف كنت ماشي معاهم الكونغو كنت النجم نكمل معاهم الله غالب هذيك هي الكوره معناتها حتى الزهر تابع الله غالب معناها حاجه غاضتني خاطر حبيت نمشي معاهم وكما تعرف كاليفيكاسيون كوب دي موند وقت عملنا 2-2 غادي في الكونغو كاوم بعد تعتبر مسيرتك خانك الزهر والا فما سوء اختيارات عملته والا الزوز اي اكيد فما برشا زهر وفما اختيارات عملتهم انا غلطتين في حياتي. تتفكر اول ماتش مع المنتخب لعبته؟ اول ماتش في غانا احكينا شويه كيفاش كان تهبطت وقتها؟ لعبت تيولير ارير جوش على اليسار اي ارير جوش مع سامي ترابلسي؟ لا مع كويلو لعبت ارير جوش فما ابيا وقتها يلعب وما نعرفوش انا فهمت وركع كنترول غانا كامل وهو تعيط وشكون وفيه قلت ماتش كامل هكاك طايح من جيرتي ابيا يا اخي بجنبي ما نعرفش شكون سالت ما نعرفش والله نسيت شكون سالت قلت له شكون قال لي هذاك ابيا احسن جوار في غانا ودرا شنو يلعب في ايطاليا ولا بيا في اليوفي وقتها والله ما نعرف وين يلعب قلت له باهي مريكل ياك هاو دارجين لاعب هو ملاعبي بيشد كورة ويدخل لك ويبدا باس مون جون بهبلنا دارجين لاعب ياك هاو كورة الفوق ما بيناتنا عطيته دماغ عطيته دماغ ضربت له راسه ولا يشد ضربه كل ما يراني ولا داخل وسط ما عادش يحب يشوف عليا ياك هاو شعفته ولا بعد عليا الحمد لله دخل وسط اموره سلكت ماتشو عديت ماتش كبير معناه باهي حسيتك متقلق شويه بلي ممكن تاثرت شويه قبيليك نبدلوا شويه الجو اي مسيتش باهي نبداو بالبريك الاولى في الحصه نتاعنا لوكويز
الكويز مجموعة من الأسئلة بلي ما نحبكش تخمم برشا. شكون تعتبره أحسن لاعب تونسي تاو؟ البرا ولا في تونس؟ في تونس، تونسي عنده جنسية تونسية. البرا ولا في تونس مش مشكل. كل بيفو اللي يلعب في كولن نسي اسمه. اللي صغير. اي هذاك. ما تبعش برشا ذا اللي. اي ما نعرف نسيت اسمه، ما ذاك يعمل في رول كبير ومش ظاهر معناه سور تيران. أحسن لاعب في الكلوب تاو؟ سؤال سايف. أحسن لاعب في الكلوب تاو؟ اي. برشا ثلاثة هما معناتها ستاتستيك ولا تحكي معناها انت ملاعب تشوفه توا هو اللي هز جنب مش هو هز زعما قاعد يقدم في أداء كبير معناها نقولوا هكا يحيى وشماخي وزو وبصيرو كانوا ثلاثة ولا أربعة توا؟ أربعة توا فكرت. أفضل لاعب في تاريخ تونس؟ حاتم طرابلسي. لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في بطولة تونس؟ شماخي. تحسن برشا يا سينا. اي تحسن برشا، هو من الاول معناها ملاعبي وعنده كاليتي باهيه، اما ديما حاشم ديما شويه. اي بعد الحمد لله معناها كي سايب روحه عنده كاليتي كبيره شميخ. شكون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب زهير وصابر. افضل مدرب تونسي تو ولا تو في التاريخ؟ احسن مدرب تونسي تعتبر انت احسن مدرب تونسي؟ فازل بن سرتي. احسن مدرب ترينيت عنده؟ لي برشا كيك ترينيت عنده. يا احسن واحد برشا برشا بالحقيقه كل باش نسمي لك نسمي مثال ايه بالطبيعة سي قيس ليعقوبي بن شيخة سانشيز سي فوز البنزرتي. في بالي واحد سميتهم الكل ذا اللي اي كل برشا الحقيقه برشا مدرب عنده فضل على بلاد عيف ليش برشا سمي لي واحد مدرب عنده فضل صغير ولا انا كبير كيما تحب هذي سايب سويل نجم نقول لك مسؤول اما مدرب معناتها باهي وانت كبير شكون اللي يقف معايا في مثلا منتصر الوحيش ومسؤول منتصر تقصد منتصر ماتش ما تنساهش ماتش ما ننساهوش دربي ثلاثة بليش رجعني لبيعي طوى كيفاش وقف معك منتصر منتصر وقف معي ديما يحكي معايا يعرف شنو وين النجم نقدم معناتها كيشد كل واحد ياخذ حقه معناتها كيشد نادي الافريقي 2015 مصور برشا عباد باش تتغشش مي هذيك هي الحقيقة تحس تبدل كل شيء ما عادش يخرج شيء تحس معناها بالحق نادي الافريقي رجعت نادي افريقي سواء معناها البرة الداخل في الحوايج في كل شيء في كل شيء معناتها كل واحد ياخذ حقه شكون باش يتغش؟ العباد جمهور شنو ما فهمتش؟ اي جمهور جمهور تحب هذاك ينجح معناتها في الكليوب اي ما هو قاعدتك المشكل اللي هو مشى ليطوال وفهمت برشا عباد كرهته برشا عباد بريتوه معناتها على كل واحد ياخذ حقه وخدم خدمة كبيرة في النادي الافريقي كان وقتها كان قعد كنا النجم وضعيتنا خير من هكا برشا باهي احسن بونتو ماركيتو ماتش المرسى في المرسى في 91 دومي فينال دومي فينال مش في 91 كنا خاسرين واحد بليش مركيت في 91 مشينا البلانتيات وتعدينا فينا كيفية البونتونس بالراس هدفت منيت لو كان كنت انتي سجلت معناتها مزيان ولا في الوقت ولا كيف مش مشكل مهم ولا مزيان مهم تحبيت انتي كنت سجلت ماتش السودان لنا في تونس نتاع بيليل حسيت حاجه كي مركه هو حسيت معناها كنت باهي ماتش ما تنساهش ماتش ما ننساهوش ما فينال الروتور نتاع الفاس غادي علاش
ليلة الماتش تضرب عفس عليه السلطاني سبعي تكسر. لعبت بالزريقة لعبت بالزريقة سبعي تكسر ما نيش مصدق قلت ما نجمش نلبس بدري وقت ما نيش عارف كيفاش كملت الماتش وقت وعديت ماتش كبير وصلنا فينال بأربعة عشر جوار وخسرنا بلانتيات ومن بعد جول الفيس عمل لنا هكا ودرا شنو حتى الميدالية نسيت هنا ما عادش لوش كان على الجول متاع الفيس واحد يا ربي يعلم بيه وجا عمل لنا هكا هذيك هو الماتش ما ننساهوش. بيه بعد الكلوب أريانا أقرب جمعية ليك اش معناتها أقرب جمعية؟ جمعية عش بعد الكلوب أريانا تحس تحبها تربح تشجعها حاجة هك صفاقس تحب السياسيس؟ صفاقس علاش؟ وهم فما صحابي كورو فيها فما في أريانا فما برشا ولا تحومتي يحبوا صفاقس بيحبوا الكلوب أكثر من صفاقس ما برشا يحبوا صفاقس يا صفاقس معناتها وما عندناش مشاكل مع صفاقس نحن اصحاب احنا مش صفاقس معناتها فهمت باه مهاجم تقدر حساب يعني كيما كان في الاسبيرانس كاسح وملاعب معناها في الساقين هو تهبط انت وياه عارفك تولي في الساقين اي عارفه شو باش يفوز يعني باه حكمة امن بها بلا حكمة امن بها اش معناتها مثل ولا حكمة ولا حاجة تأمن بها ولا ما عندكش لا ما عنديش الحقيقة حاجة فيك ما تعجبكش كنت نرفز ما عادش نعرف روحي ما عادش نتحكم في روحي حاجة خايبة في أول حاجة تعملها صباح كي تفيق هذا سؤال ما عند أماني ميسيرش مش نشرب قهوة باش كنت أعتبر أحسن لاعب في العالم الولاد صابر وزوك كل يحبوا ميسي البوت البارح بركة عركة على ميسي وكريستيان يعني مع الولاد خويا ميسي أحسن لاعب في العالم شنو العركة كيفاه سيف الجول يحب كريستيان ومعنا عنا جروب احنا عنا جونا في معنا معنا مسؤولين ومعنا السلاسة عمل لنا جروب الكل مع بعضنا نتعاركوا واتساب معناتها أحسن يتعاركوا شكون أحسن على كريستيانو ولا ميسي كل واحد يهبط الاخر قداش من الشهز والاخر اللحمت انت شكون كريستيانو لا لا انا ميسي مع زهير وصابر بقى يحسن مدرب في العالم غوارديولا بقى كان تيبي لوكويز لوكويز الروبريكا الثانيه في الحصه نتاعنا مزال دقيقه ونص قبل ما نكملوا ليكيب تيب باي بليل 12 عام في السنيورة متاع الكلوب باش نقول لك عملي تشكيلة متاع أحسن 11 لعبة لعبت معهم باش تكون أنت في وسطها نتاونا اي بالطبيعة باش تحب أرجع غود هاي شكون نحطه جارديان برون بلاسون ولا لا لا احدى تشكيلة كهو تشكيلة والله باش تقرا فيا والله لا لا والله لا به في الجول عادل النفسي اريل كوش كون لعب معايا اريل كوش مين اللي لعبت معاهم ولا مين لعبت معاهم اي انيس العمري اي في اللاكس انت وين تحط روحك في اللاكس ولا على اليمين لا باش نحط روحي في اللاكس انا والسويس باه على اليمين شكون نحط حمزه قدام في الوسط زقا والله يرحمه الله يرحمه اي ويترونجي كيما تحب الكسيس ويحيى باه قدام ثلاثه قدام ولا كات كادو تلعب لا كات كادو يحيى زقو والكسيس وعلى اليسار زهير ويحيى وصابر مازال ناقص واحد وعلى اليمين المهيب نسيت يا ربي واضح كانت هذه ليكيب تيب
ليكيب تيم. ديك صحه بلا العيفه ما عادش في الاخير خليك كنت تحب تضيف حاجه تعدي مساج الجمهور الكلوب اللي قاسي معك شويه فهد. ليه مسالش انا قلت لك استانس بهم برشا عباد تحب بلال وبرشا عباد زاد ما يحبوش ما نحب نقول لهم حاجه يعطيكم الصحه معناتها على لما اللي لميتوها معناتها حاجه به ياسر ساهمت انت ولا لا؟ اي ساهمت. قداش عطيت؟ ليه ما ساهمنا احنا جوالات الكل ساهمنا ما نحبش نقول قداش قداش لميتوا جوالات الكل؟ والله ما نعرف. شكون ليه يعمل في زهير في زهير نكلم زهير اسلو اسلو نكلم الزو اسلو اما كل واحد باللي كتب معناتها ماك تعرف برشا عباد زاد مستحقه فلوس ما كل واحد يكتب عاوننا سواء معناتها عاوننا كجروب حتى البرة معناتها اي واحد يجي هك شد خوض فهمت معناتها برشا جوارات عاونت يعطيهم الصحه والعباد سيرتو جمهور يعطيه الصحه ويزيد يقف مع جمعيته ويزيد نختانا من المشاكل ومن السبين ومن الفورومات في الفيسبوك ودرجه زيد معناتها تنجم الكلوب تكمل في الثنيه هذه نتاع الشامبيونات ولا صعيب شويه بقى. تنجم علاش صعيب شويه كان كما معناتها الماتش الاخر كونتر صفاقس من جمهور من اول تروح لاخر تروح ويشجع في جمعيته هاك شفت ريزلتا في الاخر جات بريود راه من اول ماتش لاخر ماتش فكان السبين تو هاك تشوف ما نجحناش به صحيح ما نجحناش به فما برشا جوارات تستحمل كيما انا ما نجم نستحمل يسبوني فما جوارات اخرين صغار ولا جوار ما ينجموش يدخل بعض شاك شفت انت كي شجعت من الاول دقيقه لاخر دقيقه معناتها جا البونتو في الاخر معناتها جمهور الكلوب معناتها يحب جمعيته اكثر من الجمهور اللي يحب بالحق بالصدق معناتها يجي اخويا شجع في التيران وبعد كان فما حاجه وكل برا من بعد ما في تونس وقعه. في تونس نميل العقليه نتاع السبان بلي ظهر انت حتى السبان حتى ولا اللي كانوا كهوا ما نسوا يقابلوك في الشارع نسوا يفرحوا بك صحيت هذاك هذاك الشيء في الشارع يجي يحكي معك حاجه وفي معناها في الفيسبوك ولا في الفورومات يبدا يكتب حاجه اخرى خويا احنا جمعيه بركه هي النادي الافريقي مصلحه واحده معناها كي باش نهزوا تيتر احنا مش باش يقولوا بلال ولا زهير ولا فلان معناها باش يقولوا جمعيه الكلوب صحيح معناتها يزيوا من الحكايات اللي يجي اي واحد فول صغير ولا فول كبير يبدا يكتب هذاك تابعه يكتب عليه بالباهي وهذاك حكايه فارغه معناتها حتى في الجروب تدخل برشا مشاكل الحكايات هذيك يبدا تفل اللي كتب عليه بالباهي يبدا شيخ والاخر تحب ولا تكره يحطها في قلبه صحيح. معناها فهمت اوتوماتيكمون باش ترجع عليه في اللونتر مو في الماتش معناها ماني نصيحه صغيره من العباد اللي تكتب حتى بالخايب ما يسالش ما نقص وكهو خاطر هي مصلحه واحده هي النادي الافريقي يعطيك صح شكرا لك بالعيفه شرفتنا اليوم بحضورك بحضينا في زون ميكس مازلنا متواصلين حتى الخمسه متاع العشيه نمشيو مع تفتيحه مع الموسيقى.